السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مدارس عشتار الابتدائية الأهلية، يا رب تكونون بخير وعافية وصحة وسلامة. حبايب الحلوين، أعزائي تلاميذ مدارس عشتار الصف الثالث الابتدائي، أرحب بكم لهذا اليوم ودرس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية. درسنا لهذا اليوم راح يكون من دروس الحديث النبوي الشريف. حبايبي الحلوين، نقرأ سوى حديث اليوم اللي عنوانه في الصحة والتداوي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اللي تعلمنا عن أهمية الدواء وكيف نتعامل مع المرض إذا لا سامح الله أنه تعرضنا للموقف مثل هذا الشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. أكرر قراءة الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راح أفسر لكم معاني الكلمات حتى تكون لكم أوضح. كلمة تداووا معناها تناول الدواء، أما كلمة داء فهي تعني مرض، أما دواء فهو كل ما يعالج به المرضى من أدوية ونحوها. حبايبي الحلوين، الصحة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، وهي تاج على رؤوس الأصحاء، ولا يعرف قيمتها وأهميتها إلا المرضى. فمتى ساءت صحة الإنسان وأحس بألم، شعر بأهمية تلك النعمة التي أنعم عليها بها الله، أنعم الله بها عليه. تمام. وفي هذا الحديث الشريف يأمرنا بأن لا نتقاعس عن معالجة أنفسنا عند إصابتنا بأي مرض من الأمراض، وذلك بمراجعة الطبيب المختص لتشخيص الداء، ما دام الله تعالى قد جعل لكل مرض دواء لعلاجه والشفاء منه. فإذا يجب أن نراجع الطريق المختص، الطبيب المختص عفوا، لتشخيص الداء، ما دام الله سبحانه وتعالى جعل لكل سبب ولكل مرض دواء والعلاج للشفاء منه. إذن من هذا الحديث نتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، وهو الذي يشفينا من الأمراض. جعل الله سبحانه وتعالى الدواء في كل شيء، وليس فقط في الدواء، وإنما في تناول الأكلات الصحية والوقاية من الأمراض. فيجب علينا أن نتعلم كيفية الوقاية من الأمراض، وذلك بتناول المأكولات الصحية والعناية بأجسامنا ونظافة. أيضا هذه تساعدنا على أنه نبتعد عن الأمراض، ونهتم بما نتناوله من الطعام حتى لا نصاب بالأمراض. أيضا الابتعاد عن التصرفات التي تجعلنا نصاب بالمرض، مثلا لا نمشي حفات ونرتدي الملابس المناسبة للمناخ، ففي كل فصل من فصول السنة يجب أن نرتدي ملابس خاصة لهذا الفصل حتى لا نصاب بالمرض. يعني فصل الصيف يعني نحتاج إلى الملابس الخفيفة، لأن الملابس السميكة أكيد راح نشعر بالحر وراح نتمرض.
أما بالشتاء أيضا نفس الحالة، نحاول أنه نلبس الملابس المناسبة حتى لا نشعر بالبرد ونتمرض. لكن قبل كل هذا إحنا عندنا الوقاية من الأمراض عن طريق تناول الأطعمة الصحية المهمة حتى جسمنا يكون مقاوم ويحتوي على مناعة كافية لكي لا نصاب بالأمراض. فإذا حبايبي الحلوين أرجع وياكم وأقرأ دو الحديث لهذا اليوم اللي يتكلم عن الصحة والتداوي. نقرأ الحديث أكثر من مرة حتى نتمكن من حفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. أكرر قراءة الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. حبايبي الحلوين، كان هذا هو درسنا لهذا اليوم من حديث الصحة والتداوي. تعرفنا من خلاله أنه على أهمية الحفاظ على الصحة، لأن الصحة هي نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وهي تاج على رؤوس الأصحاء، ولا يعرف قيمتها إلا المرضى الذين يشعرون بألم المرض. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه مهما متى ما ساءت حالة الإنسان أو شعر بالمرض عليه أن يراجع الطبيب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء وجعل لكل شيء إلى علاج. فإذا عند أصابتنا بأي مرض من الأمراض يجب مراجعة الطبيب المختص لتشخيص الداء، ما دام الله قد جعل لكل مرض دواء وعلاج لشفائه، إضافة إلى أنه نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لشفائنا من الأمراض. وإذا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحمده وندعوه بالشفاء كما ينبغي أن نتناول الدواء في وقته المحدد كما يصفه لنا الطبيب وبحسب توجيهاته من دون زيادة أو نقصان في الموعد المحدد. ويجب علينا حبايبي الحلوين أن لا نتناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب وبوجود الأهل، لأن ذلك يضر بالصحة. فبعض الأحيان يجوز نتناول دواء خطأ، أو بعض الأحيان نتناول جرعة زائدة، يعني نأخذ كمية زيادة عن الدواء المخصص، وهذا الشيء خطأ. فلازم يكون أخذ الدواء أولا باستشارة الطبيب، ثانيا بوجود الأهل. يعني مو كيفنا احنا نأخذ الدواء ونقول أنا أعرف هذا الدواء مالتي وأني هذا أخذت من عنده مرة، لا هذا خطأ، لأن احتمال لا سامح الله تتعرضون إلى التسمم، تتعرضون إلى أشياء خطيرة. فيجب أن نتناول الدواء باستشارة الطبيب وبوجود الأهل، تمام؟ إضافة إلى ذلك أوصيكم وأنصحكم بتناول الأطعمة والأغذية الصحية. هاي الأطعمة والأغذية الصحية راح تكون مناعة قوية إلى الجسم، تساعدني على مجابهة الأمراض، وأنه جسمي يكون قوي ومناعته قوية، يمنع أي مرض ممكن أن يتسلل إلى جسمي، لأن راح يكون جسمي بحالة دفاع. هذا الدفاع يعني شنو الدفاع؟ لأن أكو دفاعات بالجسم تساعد على أنه تطرد كل الفيروسات والبكتيريا والأشياء الضارة اللي ممكن تدخل للجسم عن طريق الأنف أو الفم أو اليد. لهذا يجب أن أكون حريص على نفسي، حريص على جسمي من أي مرض ممكن يكون إلي، ذلك بسلاحي الوحيد اللي هو الوقاية بالنظافة وتناول الأطعمة الجيدة وتناول بعض الأشياء اللي تساعدني على أنه أكون درع قوي وحصين أمام كل الأمراض. فإذا حتى أقوي جسمي وأمنع الأمراض من عندي وأمنع من أي شيء ممكن يصيبني، يجب أن أحافظ على نظافة جسمي أولا، وإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية والأغذية الجيدة اللي تقويني
يكون إلي عون في مواجهة الأمراض. حبايبي الحلوين، انتهى درسنا لهذا اليوم اللي كان موضوعه عن الصحة والتداوي، وكان حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بالحفاظ على الصحة والاستمرار بمراجعة الأطباء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل داء إلا جعل له دواء. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وإن شاء الله لنا ملتقى آخر معكم في الأسبوع القادم. وإضافة إلى الدرس الخاص بمن دروس المدرسة، إن شاء الله يكون لقائنا وياكم على خير وصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.